السلام عليكم ورحمة الله زملائنا أحبائنا، مساكم الله بالخير. ومعا في ختام الآيدك استاتيك في المحاضرة الأخيرة معنا في هذا الحدث الجميل، نسأل الله أن يكون بركة في 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 كل البيوت العربية، ونسأل الله أن يكون في ميزان حسنات الجميع، جميع السبيكرز يلبوا الدعوة من كل مكان عربي ومن كل أرض عربية. المرة هذه راح يكون الختام مع ضيفنا المصري الدكتور علي عاطف، دكتوراه جامعة المنصورة ومدرس في العلاج التحفظي وتجميل الأسنان. حياك الله حبيبي، ونورت وشرفت وأنست المؤتمر يا غالي. شكرا لك. شكرا، نورتنا دكتور، ولينا كل الشرف بتواجدك معنا في هذا الحدث. نحيي كل الزملاء من كل ربوع البلاد العربية. طبعا المحاضرة هذه حتكون محاضرتنا الأخيرة في الاستاتيك ايفنت اللي جمعنا من كل البلدان، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، من ليبيا ومصر والعراق واليمن والأردن والسودان وفلسطين وتونس والمغرب والجزائر وكل البلدان العربية. إذا كنا نسينا أي بلاد، اليوم نختتم هذا الحدث بالمحاضرة الأخيرة. إن شاء الله يا رب يكون هذا الحدث في نيل استحسان الجميع، إن شاء الله يا رب يكون هذا الحدث إضافة لكل طبيب أسنان عربي، إن شاء الله يا رب يتقبل منا كل هالأعمال هذه خالصة لوجه الله، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن كل الأمور اللي النفس تسول بها. إن شاء الله يا رب يكون بركة وخير لكل الناس في كل مكان. ضيفنا العزيز اليوم حيقدم لنا لايف ديمو على الفينيشينج والبوليشينج بروتوكول من A to Z، حنشتغلوه مع بعضنا. المحاضرة هذه مختلفة على باقي المحاضرات، حتكون ختام جميل لهذا المؤتمر بإذن الله. هنحاول نسلط الضوء دكاترتنا على الخطوات براكتيكال، يعني على الخطوات العملية اللي يحتاجها الطبيب أثناء العمل، وكيف نجمع نهاية كل اللي خذيناه ونحطوا له اللمسة الأخيرة ونضعوا له اللمسة الأخيرة في شغل الكومبوزيت. إذا كنت حاب أنك أنت تشتغل anterior composite أو posterior composite أو whatever، دكتور حيعطينا التكنيكس اللي ممكن تشتغل بها وحنطبقوها مع بعضنا من A to Z. فنبدو على بركة الله، في خلال أقل من دقيقة يجتمع معنا الزملاء ونبدو على بركة الله. دكاترة تاج لبعض وشير ليصل لأكبر عدد من الناس، نحب الكل يكون حاضر النهاية، وبش تكون نهاية جميلة ومفيدة للجميع. في أقل من دقيقة حنكون بعدين إن شاء الله. حن قلبي له فضى
أرض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كانت تسعده بسمة البسطاء سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى مصطفى من داعي الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع نتوكل على بركة الله. دكتور ليك المايك وحنكبر لك الشاشة وتاخذ كل مساحتك بحيث انك انت تعرض اللي تحب تعرض. بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي زدني علما. يعني اشكر كل اخواتي واحبائي في الوطن العربي جميعا، شرف كبير لي وسعيد ان انا اكون وسطيكم حقيقي، سعيد جدا 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 وسط الزمرة والكواكب الكبيرة من الليكشرز الأكثر من رائعين، وبشكر الدكتور نبراس خاصة ما شاء الله إيفنت أكثر من رائع، يعني هيتز تارجت. وندخل على الشغل النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الفينيشينج والبوليشينج بروتوكول، وهعمله قدامكم ستيب باي ستيب سمبليفايد 3 دي فينيشينج أند بوليشينج بروتوكول. هنشتغل بأسهل وأبسط أرما ماتيريال متوفرة في الماركت، يعني أرخص وأبسط حاجة موجودة في السوق نقدر نشتغل بيها، هنشتغل بها إن شاء الله عشان تبقى متاحة للجميع. حاب اعرفكم الاول على الارمه من تيري اللي احنا وهذه مهمه بالله نحب ننبهه دكتور علي عليها، ان الدكتور حاول ان هو يبسط لنا يجيب لنا ابسط حاجات في السوق، يعني ما حبيناش نطلعوا بحاجه عاليه جدا مش متاحه للجميع، حاجات تقدر توفرها في عيادتك، حاجات تقدر تبدا بها سمبليفايد بسيطه وتقوم بها بشغل بروفيشنال واحترافي باذن الله. مظبوط يا دكتور نبراس، بالظبط كده. الحاجة اللي احنا هنوفرها يا جماعة حاجات بسيطة جدا، انا كل اللي محتاجه معايا قلم رصاص، سكالبل، فينيشنج ستريب، تور في ام، وبحتاج معايا ارتكوليتنج بيبر، بحتاج حاجات للبوليشنج بسيطة جدا عبارة عن الومنيوم اوكسايد ودايموند بيست، بحتاج معاهم زي ما انا موفر جوت هير وفيل طويل بتوع شركة اينا او ايف اللي متوفر معايا هتجيبه، هحتاج بير واحد بس لوز بيت تي ار بير، ديسكات عادية خالص شركة تور في ام، واحتاج معاهم الايف دي سنجل يوز بنقدر نستخدمها خمس او ست استخدامات، ومعايا الاسترو برش بتاع شركة اينا او كير ايا كان المتوفر عندك. انا مش محتاج اكتر من كده، مش محتاج انك يبقى معاك انسترومنت غالية قوي او كيتس او بوليشنج عالية او في البرايس، انا عايزك توفر حاجات بسيطة وسيمبليفايد. الحاجات دي انا رحت الماركت وفعلا جبت ارخص حاجة ممكن تتجاب، وحاولت ان انا اثبت فكره ان انا ممكن اطلع ريزلت ريلايبل وجميله مقبوله بالنسبه لي، ويكون البيشنت ساتسفايد بيها وانا ما كلفش نفسي زياده عن اللزوم. تعالوا نبدا مع بعض ستيب باي ستيب. احنا هنشتغل يا جماعه حاجه اسمها فينيشنج وبوليشنج بروتوكول مع كاستمايزيشن. يعني ايه كاستمايزيشن؟ يعني انا هعمل السنه دي تيبيكال من السنه دي، العيان جاي لي بسنه واحده بالمنظر ده، عملت لها الليرنج بتاعها بنات الكومبوزيت بتاعي لكن شكلها مختلف تماما عن السنه الثانيه دي، فانا هعمل حاجه اسمها كاستمايزيشن، يعني هنقل التفاصيل كلها من هنا لهنا. تعال نبدا خطوات الفينيشنج والبوليشنج بتاعتنا واحده واحده. اول حاجه في الخطوات اسمها الجروس فينيشنج. الاول الجروس فينيشنج دي عباره عن مراحل مختلفه، نبدا من اول مرحله اللي هي اسمها الانسايزل ليفلنج، يعني هساوي الاثنين انسايزر اتش. اول قاعده واحنا شغالين لما اجي اشتغل ابص من ثلاث زوايا مش من زاويه واحده. الزاويه الاوليه بالنسبه لي هي الزاويه الليبيال، ببص فيها من اتجاه ليبيال. الزاويه الثانيه هي زاويه انسايزل، ببص بالميرور انسايزل عشان اتاكد ان كل حاجه مظبوطه قدامي. والزاويه الاخيره هي زاويه اوبليك، ببص فيها بشكل مايل، بميل معايا الكاست وابص بشكل المايل ده عشان اقدر اشوف كل التفاصيل. ما تشتغلش من وان دايركشن، اشتغل من التلاتة وبص من التلاتة. لما الحاجة تبقى مظبوطة في التلاتة تبقى هي مظبوطة في كله إن شاء الله. تعالوا نبدأ مع بعض. ادي المندل والديسك بتوعي، ديسك أزرق هبدأ اشتغل بيه على سرعة معينة. هنحفظ مع بعض يا ريت ورقة وقلم يا جماعة ونسجل السرعات ونسجل الماتيريال اللي أنا بتكلم عنها. بالنسبة للسرعات الديسكات بتشتغل من 10,000 RPM ل 12,000 RPM، من 10,000 ل 12,000. هبدأ أشغل
وابدا اعمل اول حاجه اسمها الانسايزل ليفلنج، يعني اخلي الاثنين انسايزل الايدج نفس الارتفاع بالظبط، ما ينفعش تبقى زايده، هتمشي بالديسك بالراحه. وعايزين نتبع مبدا واحد هيبقى معانا في الفينيشنج والبوليشنج بروتوكول كله، هنشتغل في اتجاه واحد بس ليس اتجاهين، بمعنى البير بيلف معايا اما كلوك وايز او انتي كلوك وايز في اتجاه عقارب الساعه او عكس اتجاه عقارب الساعه. لو وقفنا دلوقتي وبصينا على الديسك هنلاحظ ان هو بيلف في اتجاه عقارب الساعه، يعني بيلف بالشكل الدائري ده، وبالتالي اما اجي اتحرك اتحرك من الديستال للميزيال وليس العكس. هيبقى فينيشنج لو بتتحرك في نفس الاتجاه، هيبقى كاتينج لو انت بتتحرك في عكس الاتجاه. القاعده دي ثابته معانا في كل الشغل. انا دلوقتي لما اجي اتحرك هتحرك من الديستال للميزيال بالمنظر ده اهو، لحد ما اتاكد ان الاثنين انسايزال اتش بنفس الطول ومفيش واحده اطول من الثانيه. دي المرحله الاولانيه وبنسميها الانسايزال ليفلينج. اوقف وابدا اعمل تشيك باستخدام الميرور عشان اتاكد ان الاثنين نفس الطول. طيب المرحله الجايه وهي مرحله الكاستمايزيشن او النقل، عايز انقل التفاصيل كلها في السنتر الاولاني للثاني، من الليفت للرايت او من الرايت للليفت. الموضوع بسيط خالص، articulating paper ورقه كربون بالمنظر ده، وهتمسح بيها على الليبيال سيرفيس بالشكل ده. بص معايا على السيرفيس بتاعي هتلاقي الدنيا وضحت تماما قدامك. هتلاقي عندك في الاتجاه ده اللاين انجل، اللاين انجل بداوا يظهروا معايا. المناطق اللي ما فيش فيها دي عباره عن الديبريشنز، المناطق الثانيه هي الاليفيشنز. المفروض ان انا اخد الرسمه دي وانقلها بالقلم الرصاص الناحيه الثانيه. الفكره في القلم الرصاص انك بتنقل وتشيل من الاماكن اللي عليها القلم الرصاص عشان تبقى الامور واضحه وسهله بالنسبه لك. هتبص كويس على الكاست بتاعك وتبدا تنقل اللي انت شايفه هنا في المنطقه الثانيه. ادي اول لاين انجل اهو، وادي اللاين انجل الثاني اهو، ودي بنسميها الترانزيشنال لاين انجلز. يبقى ثاني مرحله بعد الانسايزر ليفلنج في عمليه الكروس فينيشنج هي رسم الترانزيشنال لاين انجلز، والمرحله اللي بعدها هي مرحله رسم البلينز. عندك ثلاثه بلين، سيرفايكال وميدل وانسايزر، واحيانا في بعض الحالات بتبقى الميدل وانسايزر بلين بلندد مع بعض. فانا عندي هنا ثلاثه بلين، فهاخد السيرفايكال بلين ميدل انسايزر، هبدا اشتغل بالتي ار بير، وده بير بسيط خالص، ادي شكله اهو عشان يكون واضح قدامك. بيركب على اللوز بيد، موفر جدا معاك، مش هيكلفك اي حاجه. لو انت عايز تزود في البادجت بتاعك ممكن تجيب حاجه اسمها الكوميت بيريو بير بتاع شركه كوميت، وبرده شركه انتنسيف بتنزل، لكن هو افوردبل شويه. هبدا اتحرك على اللاين انجلز بتاعتي. التي ار بير بيشتغل عند 8000 ار بي ام، 8000 ار بي ام. هبدا اتحرك، هنبص على البير بتاعنا بيلف كلوك وايز ولا انت كلوك وايز. نوقف ونبص، هيلف كلوك وايز، يبقى اضطر اتحرك من هنا لهنا. طب افرض انا عايز اتحرك من السيرفايكال للانسايزر، هقوم عاكس الاتجاه اللف في الكونترا واتحرك من السيرفايكال للانسايزر بالمنظر ده لحد ما يظهر معاك اللاين انجلز. طيب يا دكتور هنشتغل بميه ولا من غير ميه؟ انترميتنت يا جماعه، يعني تشتغل شويه كده وشويه كده وترجع تفصل. طب هل ينفع يا دكتور اجيب قطنه مبلوله وامسح بيها كل شويه؟ تكنيك جميل ومفيش فيه اي مشكله. بص اللاين انجل هنا هيبدا يظهر معايا طول ما انا ماشي عليه. طيب بعمل الترانزيشن لاين انجلز الاول ولا البلينز الاول؟ بعمل الترانزيشن لاين انجلز الاول وبعدين بدخل على السيرفيكال بلين والميدل والانسايزل وارجع للترانزيشن لاين انجلز تاني، ااكد عليها كمان مره. وادي الناحيه الثانيه اهي، ممكن تظبط الاتجاه عشان تبدا تشوف كويس. دايما بحب في المرحله دي اقف عند كده في الترانزيشن لاين انجلز، ما اعملش اكتر من كده. ليه؟ بعمل البلينز الاول وارجع اكمل تاني الترانزيشن لاين انجلز عشان ما تبقاش اندر مني. همسح بقطنه مبلوله خفيفه كده عشان الامور تبقى واضحه قدامي، وارجع انشف. ولو الرصاص طلع معاك
شيء حطه تاني مفيش مشكلة. خلي بالك حاول تجيب قلم رصاص بيسموه امبيدابل بن، ده عبارة عن قلم رصاص ووتر بروف، بيطلع من الكومبوزيت بسهولة، ما يبقاش مشكلة بالنسبة لك. هرسم تاني البلينز بتاعتي وابدأ اشتغلها بالديسك يا دكتور ولا بالتي ار بير؟ اول ماشية في البلينز بعملها بالديسك وبعد كده بكمل بالتي ار بير عشان ادي سموثنينج للسيرفس كله مرة واحدة وخليه كله ماشي في نفس الكونتور واحدة واحدة مع بعض. وما تنساش ان احنا كل شوية هنبص من الثلاث زوايا. نبدأ نشتغل وابدأ امشي بالمنظر ده، اعمل بليندنج للسيرفس كله. بصوا معايا في الزاوية دي عشان اوريك الانسايزل. انا ببص على السن النيبرينج وبشتغل على اساسها بالظبط. النيبرينج هي الجايد بتاعي. اللي سبيد بتاعت الديسك اتفقنا انها عندي 12000 RPM 12000 لفة. ممكن اشتغل بأنهي لون في الوان الديسكات يا دكتور؟ هاد ديسك واحد ممكن تعمل فيه البروسيديرز كلها فيش فيه اي مشكلة، بس كل ما الديسك يكون الابريسيف بارتكلز عليه اكتر كل ما تقلل السبيد اكتر. بفضل ان انا اوقف عند مرحلة الديسك في المرحلة دي واكمل الشغل بتاعي باستخدام التي ار بير، يكون افضل لان الديسك ممكن يعمل لك البيندنج للسيرفس كله وما يظهرش قدامك الفرق ما بين كل بلين والتاني، انا عايزه يظهر قدامي باستخدام التي ار بير بالمنظر ده. وابدا الاول اتحرك ناحيه السيرفايكال، اخد رسمه السيرفايكال. طب تعالوا نبص كده، انا بتحرك من الديستال ناحيه الميزيال ولا من الميزيال ناحيه الديستال؟ انا كده البير بتاعي بيلف من الميزيال ناحيه الديستال وبالتالي اعكس عشان يكون في اتجاه الفينيشنج ما يكونش في اتجاه الكاتنج. السيرفايكال بتاعي ارسمه كويس واتحرك سموث. بعد كده ابدا اخد الميدل بتاعي. الاتجاهات بتاعت السيرفايكال والميدل والانسايزل يا دكتور، السيرفايكال بيبقى مايل 20 درجة لجوه يعني مايل بلاتالي، الانسايزل مايل 20 درجة بلاتالي، والميدل بيبقى ستريت. عشان كده وانا شغال في الانسايزل هبدا مايل البير بالشكل ده، وانا في السيرفايكال همايل البير بالشكل ده، وانا في الميدل هبقى ستريت. في المرحلة دي بعمل حاجتين مع بعض، بعمل البلينز والترانزيشن لاين انجلز كله بيمشي مع بعضه، لان هرجع هنا تاني هبدا الف البير بتاعي وابدا اظهر الترانزيشن لاين انجلز بتاعتي. طيب ممكن نمشي عليها بالرصاص تاني عشان تبقى شايف انا بشيل منين. طب انت رسمت الرصاص ده يا دكتور على اساس ايه؟ على اساس اللي انا نقلته بورقه الكربون. ذاك يا دكتور دلوقتي بتبص في اتجاه واحد؟ لا، كل شويه هقوم باصص بالمر بتاعتي عشان اتاكد ان انا البلينز بتاعتي مظبوطه، الانسايزر محتاج ينزل كمان سنه اهو. بعمل تشيك لان الليبيال مش هيظهر قدامي كل حاجه. نعمل تشيك تاني، بص على الزاوية دي عشان تبقى متأكد ان انت شغال تمام. لمسة بسيطة من هنا، لمسة بسيطة كده. احنا اتفقنا ان احنا موضوع الووتر انترميتنت، قطنة مبلولة بنمسح عشان نبدا نشوف السيرفس بتاعنا كويس. بدانا نلاحظ ان السنه بدات تبقى شبه السنه الثانيه بشكل كبير.
طيب انا كده فاضل عندي ايه بعد الانسايزر ليفلنج الترانزيشن لاين انجلز والبلينز؟ فاضل عندك حاجتين، الانسايزر امبروجرز والجينجفال امبروجرز. طب كل واحده بتتعمل ايه بايه يا دكتور؟ الجينجفال امبروجرز بتتعمل بالستريب، وادي التكنيك بتاعه، الموضوع بسيط خالص. ادي الستريب بتاعتك فيها جزء من النص مفيش عليه ابريسيف وفي جزء عليه ابريسيف من الطرفين، بعدي بالجزء اللي مفيش عليه ابريسيفز عشان ما افتحش الكونتاكت. عدى معايا، هبدا اتحرك بالستريب بتاعي بس اس شيب، بمعنى هتعمل سبورت كده وتحرك ده كده كده، يبقى انت بتفنش الامبروجر بس من ناحيه الليبيال. في حركه تانية اهي، هعكس كده وعكس كده، اس شيب كده، بعمل الامبروجر من ناحيه البلاتال. تمام. في تعليق صغير هنا الاجابه بعد اذنك، في بعض الاطباء يمسك في الستريب من جهه واحده ويحاول ينحف به ويفنش به، شنو الخلل اللي يصير هنا لو صار؟ يعني السؤال معلش توضيح اكتر. السؤال ان الستريب هذا ينحط في المكان ويمسك على جانب واحد، مثلا ميزيال او ديستال او اللي هو جانب واحد، مش اس شيب، يعني مش جهه داخل وجهه في الخارج، لا على جانب واحد ويبقى ياكل من الجدار. تمام. فشنو الغلط اللي ممكن يصير؟ زي الستريبنج اللي بيحصل في حالات الاندو بالظبط. في الاندو لما بنشتغل بيحصل احيانا حاجه اسمها ستريبنج، هي نفس الفكره بالظبط. لما بشتغل في حال في اتجاه واحد بيحصل ستريبنج، يعني ستريتنينج للكونتاكت بتاعتي، يعني تطلع فلات. انا محتاج انها تاخد شكل دائري، شكل راوند. الشكل الراوند ده ما يجيش معايا الا بحركه الاس شيب. كلير واضح دكتور، واضح زي الفل. نعمل الناحية الثانية، ما تنساش زي ما قلت لك تعديه من ناحية إلا ما فيش عليه أبريسيف، مش عايز أفتح الكونتاكت. أعكس كده ويبقى أنا كده خلصت الإمبريجرز بتاعتي. هبدأ أبص عليها بالكاميرا وأتأكد إنها تمام. طب افرض أنا عندي فلاشز وخايف منها، الموضوع بسيط خالص، بسكالبل 12 وده الحاجة الوحيدة السيف اللي بقدر ادخل بيها في الامبروجرز عشان اشيل الفلاشز. Never ever use a bear inside the gingival embrugers. هتفتح على طول وتعمل معاك بلاك تريانجل. الحل السحري بتاعنا سكالبل 12، موضوع بسيط خالص وغير مكلف. طيب المرحلة الجاية عندي الانسايزال امبروجر. فالانسايزال امبروجر لما تيجي تشتغل اشتغل بديسك اصفر، خليك مور سيف. الديسك الازرق عليه ابريسيفز عاليه وممكن يفتح معاك، فهنشتغل بديسك اصفر. واحده واحده نبدا نفتح الديستال امبروجر الاول لان هو الاسهل، وبعد كده نعمل الميزيال امبروجر. ولازم الامبروجرز تظبطهم لان هم اهم حاجه في الاستاتيك. وطبعا الموضه الجديده شويه ان الامبروجرز تبقى مور تايت، بنحاول نوسع الكونتاكت. نبدا نشتغل ونقلل سبيد شويه عند 8000 ار بي ام. الديسك هو الحل السحري دايما في الامبروجرز بالمنظر ده، وباخد بشكل راوند والف حوالين السنه. ممكن تسحب سحبه بسيطه كده هنا تاني، شكل راوند والف حوالين السنه. الميزيال امبروجر خلي ايدك خفيفه عليه خالص، مش عايزه يفتح مني، لمسه بسيطه جدا 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 عليه عشان يبقى ميميك للامبروجر اللي في السنه الثانيه. همشي بالانسايزر ايجي بديسك الاصفر وامور سيف عشان اتاكد انها مستويه. ممكن المس السنه النيبرنج لمسه بسيطه خالص عشان اتاكد انهم في نفس الاتجاه. ازود الاونديشن هنا كمان سنه، وابقى كده خلصت الامبروجرز. يبقى انا كده خلصت مرحله الجروس فينيشنج اللي هي كانت عباره عن انسايزل ليفلنج، ترانزيشنال لاين انجلز، سيرفايكال بلينز، وبعد كده انسايزل وجينجيفال امبروجرز. المرحله الجايه وهي مرحله الجروس اناتومي او بنسميها الماكرو اناتومي. ازاي ارسم ماكرو اناتومي على السنه بتاعتي؟ انا هنا هعمل ميميك للناحيه الثانيه. طب انا عندي هنا اختفت معايا، نمشي تاني بورقه الكربون. بدأ تظهر معايا مناطق الاليفيشنز والديبريشنز، هبدا ارسم نفس مناطق الاليفيشنز والديبريشنز. هتقسم السنه بالنص بالمنظر ده وتاخد جروف هنا
وتاخد جروف تاني هنا، ودي ابسط رسمه ممكن ترسمها. في اشكال كتير رسومات زي الرسمه بتاعت مثلا فيكتور شيربكوف، بيرسم رسمه معقده شويه لانه هو بيعمل مايكرو اناتومي ومايكرو فيرتيكال جروفز، عشان كده بتطلع معاه رائعه شويه. فخلينا في السمبليفايد بروسيدورز، ده سهل للكل واسهل حاجه انك تعمله. هنعمله بايه يا دكتور؟ برضه بالتي ار بير. هنعمل ديبنينج للمناطق المثلثات ده، اهي دي اللي بنغوطها، والمناطق الوسطى دي مناطق الاليفيشنز. سودها كلها عشان تبقى شايفها كويس، وتبدا تشتغل بالتي ار بير بتاعك، وهوريك الاتجاهات. وبعد اذنك الصوت ضعف منك شويه يبدو، انا اللي ماسك الهاتف ماسك اللاقط بتاع الصوت. حاضر، نعلي الصوت تاني. كده واضح، كده واضح، كده واضح. نيجي عند الماكرو اناتومي. بالنسبه للماكرو اناتومي بعمل اثنين في شيبد جروف، في شيبد جروف ميزيال وديستال، زي الجروف اللي انا شفته في الناحيه الثانيه بالظبط اللي انا نقلته، بعمل ميمك بنفس الشكل. التكنيك ده تكنيك سهل وجميل، مفيش فيه اي مشكله. هشتغل بالتي ار بير، وهشتغل على 9000 ار بي ام او 10000، وابدا بالمنظر ده، اسحب لفوق وانا بغوط الجروفز بتاعتي. خليك سموث وانت بتعمل الخطوه دي، ما تشيلش كتير عشان ما يطلعش معاك كانه حفره، عايزينه يطلع معانا بشكل سيمبل وجميل. وانت بتنزل اضغط شويه ناحيه الانسايزر ايدج، ابدأ شيل وارسم المثلثات بتاعتك. انا بمشي بشكل فيرتيكال عادي خالص عشان اظهر الجروفز بتاعتي، واخلي الميدل لوب هو اللي بالنسبة لي الاليفيشن. طيب هل اوقف على كده؟ لا، مشكلة دايما ان الجروفز دي تبقى مور شارب، فتبدأ تشتغل عليها بالتي ار بير باتجاه عرضي، يعني تمشي بالمنظر ده عشان تعمل بليندنج للجروفز بتاعتك. ما ينفعش الجروفز تبقى شارب قوي كده. هبدأ امشي بالشكل ده اهو، فتبدأ الجروفز بتاعتي تبان مور بليندد بزاوية 20 درجة على جوانب الجروفز. خد وقتك في الجروفز، ما تستعجلش فيها وما تعملهاش كأنها حفر، وابدأ امشي بالبير بتاعك على السيرفس كله. بس ما تضغطش على الميدل لوب قوي، مش عايزه يبقى مغوط. احنا اتفقنا ان احنا بنعمل تشيك من كل الزوايا، ما تنساش وانت بتعمل الجروفز تعمل تشيك انسايزلي. هنبص كده انسايزلي، هنلاحظ ان انا السنه بدات معايا تبقى شكل الميمولنز. بص على النيبرينج، برضو هي عباره عن مناطق مرتفعه ديبريشنز واليفيشنز، هحاول اخليها بنفس الشكل في صوره ديبريشنز واليفيشنز. اكمل، ابدا امشي بالبير تاني بميل خفيف كده. خلي البير بتاعك ماشي في اتجاه واحد زي ما انتم ملاحظين، ما بروحش من ديستال للميز، من ميزيال للديستال نهائي. كل شغلي من الميزيال للديستال، وبحاول اخليه مور ناتشرال. كده الماكرو اناتومي بتاعي خلص. مش هيظهر معاك ولا هيبان جماله الا لما تبدا تعمل له خطوه اسمها خطوة البليندينج. بص من زاوية الأوبليك عشان تظهر قدامك الجروفز وشكلها، نعمل مور فوكس عشان تبان قدامك. خطوة البليندينج هي خطوة ان انا بسيح فيها الاناتومي بتاعي باستخدام رابر كاب. هي المرحلة دي اسمها مرحلة البري بوليشنج. المرحلة اللي فاتت كانت اسمها مرحلة الماكرو اناتومي، المرحلة دي اسمها بري بوليشنج، لان البري بوليشنج ماتيريالز ما بتشيلش من الكومبوزيت كتير، بتشيل حاجات بسيطة خالص، مش زي البيرز. البيرز بتشيل كتير، لكن البري بوليشنج مرحله الى حد ما مرحله سيف. هشتغل بالبري بوليشنج ماتيريالز عند 12000 ار بي ام، واتفقنا ان احنا نسجل عندنا الحاجات دي عشان ما ننساهاش. طبعا انا مراجع البرشورز عشان اوصل للمرحله دي، وابدا ابقى عارف بالظبط كل سنه بالنسبه لي او كل ماتيريال بالنسبه لي هفنشها بايه وعندي سبيد قد ايه. ببدأ أتحرك في كل الاتجاهات سيرفايكالي،
الصيدلي، اعمل اللاين هانجلز بتاعتي، اعمل انسايزل ايدج. طبعا بتعمل كل السيرفيس بتاعتك، يعني انسايزل، امبروجرز، ميديال وديستال امبروجرز، ترانزيشنال لاين انجلز. نوقف بعد اذنك، شغل تاني. والبلينز بتاعتنا هبدا اضغط هنا ناحيه الجروفز بتاعتي عشان تبدا تظهر معايا، تبدا مور ناتشرال. هبدا امسح بقطنه مبلوله خفيفه على السيرفس بتاع السنه، واستخدم دلوقتي الاسترو براش. محتاج الاسترو براش عشان تظهر لي شويه الاناتومي بتاع السنه، لان الاسترو براش بتديني لاستر سيرفس كده في الوسط ما بين البري بوليشنج والجلوس كرييشن اللي هي اخر مرحله. الشكل الوسط ده هيفرق معايا ان انا ابقى شايف اي في ديفكت لو محتاج اصلحه، او لو السنه محتاج ان انا اعمل فيها اي حاجه. الأسترو براس في شركة كير وفي شركة إينا، الاثنين جمال والاثنين ممتازين وأفوردبل برضه. وميزة الأسترو براش إنها ممكن تظهر لك البيري كايميتا بشكل فيري ناتشرال، بشكل أكثر من رائع. أمسح بمية برضه انترميتنت وأرجع تاني بالأسترو براش وأبدأ أتحرك على السيرفيس كله. وبكده يبقى المرحله دي خلصت معايا وبدات الجروفز تظهر معايا. نيجي لاخر مرحله، ودي اجمل مرحله بصراحه، هي بتعتبر من المراحل اللذيذه السهله، اللي هي الجلوس كرييشن. ازاي احصل على اللمعه بتاعه السنه؟ هستخدم حاجه اسمها الجوت هير، وبستخدم معاها الالومنيوم اوكسايد. باخد حاجه بسيطه خالص من الالومنيوم اوكسايد بحطها على السيرفس بتاع السنه. بالنسبه للسرعات، لما تيجي تشتغل جلوس كرييشن اقل من 4000 ار بي ام، انا بحب اشتغل ب 2000. طب اعرف منين يا دكتور اذا كانت السرعه دي مظبوطه ولا غير مظبوطه؟ لو البوليشنج ماتيريال بتاعتك فضلت ثابته على السنه وما طارتش يبقى انت شغال صح، لو طارت كلها من اول لمسه يبقى انت شغال غلط. عشان كده قلل السبيد بتاعتك على قد ما تقدر، واشتغل اول مره باستخدام من غير ميه خالص، وبعد كده باستخدام ميه. شايفين البيست ماتيريالز بتاعتي ازاي ثابته على السنه؟ بتتحرك من مكان لمكان لكن ما بتطرش كلها من على السنه. انا كده شغال عند 2000 ار بي ام، برضه هتلمس المناطق كلها بتاعت السنه، انسايزالي، بلين، سيرفايكالي، كله. ما تسيبش اي حاجه في السنه ما تعملهاش. ودي اسمها الجود هير، هتلاقي شركه اينا موفراها، وهتلاقي برضه شركه ايف بتوفرها. ممكن في اخر مرحله من البوليشنج ابدا اعلي السبيد ل 5000 وطاير الابريسيف، بس في الاول قلل الابريسيف على قد ما تقدر. يبقى دي اسمها الجوت هير. اخر حاجه معانا ان شاء الله بنستخدم حاجه اسمها الفيلت ويل، ودي بعرفكم عليها، عامله زي القطن، عامله زي القطن. ودي بستخدم معاها دايموند بيست عشان تميز الدايموند بيست من الالومنيوم اوكسايد. الدايموند بيست لونه ابيض، والالومنيوم اوكسايد لونه رصاصي. الالومنيوم اوكسايد لونه رصاصي، ونحفظ الالومنيوم اوكسايد مع جود هير، دايموند بيست مع فيلت ويل. احطه على السيرفيس بتاع السنه بتاعتي، وابدا بقى اشيل الماتيريالز اللي انا حطيتها في الاول، ده الرصاص والكلام ده كله، عشان ابدا اشوف السنتين مع بعض وابدا اشتغل. شايفين طار معايا ازاي؟ هبدا اقلل السرعه. خد وقتك، ما تستعجلش، نيفر هاري اب، اشتغل بالراحه، اشتغل وانت مزاجك حلو، وخلي مرحله الفينيشنج والبوليشنج في فيزيت تانيه دايما، ما تشتغلهاش في نفس القعده،
عشان تشتغلها وانت مزاجك حلو. ممكن اضيف نقطة مية خفيفة على السنة في المرحلة الأخيرة، بتبقى مهمة جدا بالنسبة لي، مسحة خفيفة خالص على السنة، ما تكترش المية، مسحة خفيفة خالص، مشي البيست تاني على السيرفس بتاع السنة. في المرحلة دي ممكن تبدأ تعلي في الليزبيت شوية وتخليها 5000، يعني ببدأ في الأول ب 2000 وبنهي ب 5000، هبدأ بجيب اللاين أنجلز، هتأكد الإمبروجرز بتاعتي تمام، وزي ما اتفقنا نبص في كل المراحل من الثلاث زوايا. هنبدأ بقى نشيل الإكسس بتاعنا، شيبسي رينج، شيبسي رينج طبعا، وإير عالي جدا عشان تبدأ تشيل الدايموند بيست والألومنيوم أوكسايد، لأنهم يبقوا ماسكين ماسكة جامدة قوي على السيرفس بتاع السنة بتاعتي. عشان أبدأ أقيم، دي آخر حاجة خلاص معانا يا جماعة، عايز أوريك إزاي تبدأ تقيم السنة بتاعتك وتبدأ تتأكد إن أنت شغال صح. حاول أشيل الإكسس، ونشفى. هنبدأ واحدة واحدة نقيم السنة بتاعتنا. عايز بس أشيل الفلاشز بتاعت البيست من السنة بس عشان انتوا تبقوا شايفين. هنبدأ نقيم، هنبدأ نبص على الليبيال سيرفيس ونتأكد أول حاجة إن الفورم بتاعي مظبوط. فورم يعني تكون السنتين الأوت لاين فورم بتاعهم تيبيكال، نفس الامبريجورز. ابص على ترين على البلاك ترينجلز بتاعتي، هبدا اسحب الشيت لتحت عشان اشوف سيرفايكالي لو في اكسس او في اي حاجه، هبدا اميل وابص بزاويه اوبليك، يا ريت نبص كده نشوف الجروفز واضحه ازاي، وهل هي زي النيبرنج بالظبط. هنحاول بالكاميرا نجيب لكم الجروفز والاناتومي بتاعها ظاهر. لايتنينج، هنبدا نبص بالبيرور عشان نتاكد ان الاثنين انسايز الايدج تيبيكالي وان الجروفز نفس الشكل. يبقى انا هقيم من ثلاث زوايا، ليبيالي، انسايزالي، هحاول اجيب لكم الهالو افكت لان احنا عاملين هنا 3 دي ليرنج للكومبوزيت، هحاول اظهر لكم الافكت. لو احنا بنصور بكاميرا دي اس ال ار هيظهر معانا الماميلونز والستينز اللي انا حطيتها جوه، لان انا عامل هنا 5 دي ليرنج، انا باقي هنا بحوالي 3 او 4 انواع من الكومبوزيت، عامل ترانسليوسنت كومبوزيت وعامل بادي وعامل انامل وعامل دنتن، فده هيبان معانا اكتر لو احنا بنصور بي دي اس ال كاميرا او لايف قدامي في الحقيقه. هتبدا تشوف معايا التفاصيل دي. نشوف الجروفز تاني، وبكده اكون خلصت معاكم. ويعني انا شاكر جدا لذوقكم وللدكتور نبراسوس حقيقي. حبيبي الغالي تسلم ايدك على هالعمل الجميل، كل الشكر ليك على المحاضره الجميله، فنشت لنا ورتبت لنا الايديك استاتيك ايفنت اخر تفنيشه واخر لمسه، جزاك الله كل خير. وانا في صدد اني نقرا اي اسئله الان موجوده دكاتره نحب نعطيها للدكتور. ما زال معانا 3 إلى 4 دقائق. دكتور علي معنا؟ معاك، تفضل. اوكي، اذا كان في اي اسئله دكاترة انا موجود معاكم، اذا كان في اي اسئله للدكتور تحبوا تسالوها. دكتور في سؤال نحب نساله لك، هي السرعات انت قلت 5000 ار بي ام او 4000 او 3000، اذا كان الطبيب يشتغل على دنتال تشير ما عنداش الالكتريك هاند بيس كيف يقدر يحدد؟
جميل. طيب الدكتور بعد اذنك من رايك في السؤال هذا؟ هو الدكتور عندي هو صحح في الاستاتيك مش اقوياء لكن شوي شوي عناي حاضر. الضغط الاساسي اللي بيطلع من الكمبريسور بيبقى 8 باسكال في الغالب، بيوصل للوحده في صوره 4 وبعد كده يوصل للكونتر بتاعتي 2.7. المشكله وانا شغال بالادابتور ان بيحصل اليفيشن، ارتفاع ونزول في الضغط. الضغط لما يبدا يعلى ويزيد بيبدا يعلى ويزيد في الكونترا نفسها، فده بيأثر عليا شويه فهيحركك في فاريشن. فانت لازم تبقى عارف الفاريشن انت بتتحرك فيه ده، ان انت وانت شغال السرعه تقل وتزيد حوالي 2000 او 3000 ار بي ام طول ما انت شغال. طيب انا اظبطها ازاي؟ الادابتور بتاعي بيبقى فيه لفه، تمام؟ ادي الادابتور اهو بتاع سيرونا، بيبقى فيه لفه زي ما انت شايف، تتلف للاخر رايت، تتلف للاخر كده ليفت، في النص بيبقى نص بيب ما بتشتغلش. لو انا لفيت للاخر رايت هيديني 35000 ار بي ام. كل لما برجع كل لما السرعه بتقل معايا بالتدريج. انت قسمها خطوط، لازم تبقى عارف ان الصفر اللي في النص ما فيش فيه اي سرعه نهائي، وتبدا تحرك سنه بسنه لحد ما تزود. هتكتسبها بالخبره اكتر مع الصوت، صوت اللفه نفسها هيعرفك انت شغال على سبيد قد ايه. يعني انت في الاول بتقسمها يعني دكتور يعني الخط الاسود هذا زيرو، الخط الاسود زيرو، النهايه 35000 ار بي ام بالظبط. النهايه كده 35000 ار بي ام رايت، النهايه كده 35 ار بي ام ليفت. واضح واضح. يعني انت مفروض تقسم الخطوط مش تعرف سرعتك كم. بالظبط بالظبط. واضح واضح. معناه والله سؤال في محله طلع يا دكتور. الله يحفظك. ما شاء الله عليا. ماشي، في حد عنده سؤال دكاتره؟ دكتور في سؤال هنا، شن اسم البيست اللي عملت بيه بولشينج؟ البولشينج 2 بيست، الومنيوم اوكسايد ودايموند بيست. الدايموند بيست اللي انا استخدمته بيبقى نص مايكرون او 1 مايكرون. الشركات بتنزل 5 و3 و1.5، انا بفضل انك تجيب كله، لكن انت لو مش كانت افورد هات اصغر حجم اللي هو النص مايكرون بتاع شركه اينا. واضح. سؤال دكتور، هل الماء من البدايه لو عملنا به يعيق العمل ولا ماليش علاقه؟ مش هتشوف. مش هتشوف، يعني الفكره انك انت مش قادر تشوف. بالضبط فقط. تمام. سؤال ثاني دكتور هنا نحب نساله، موجود عندي لحظه بس، اللي هو ما هو بديل ما هو البديل الدايموند بيست يا دكتور؟ ما فهمش السؤال. في اخر مرحله الاسترو، ممكن لو هتستغني خالص عن مرحله الجلوس كرييشن تكتفي بالاسترو براش لو انت مش قادر عليها. بس انا هقول لك على حاجه، احنا ممكن نكتفي ببيست واحد بس، يعني نستخدم الومنيوم اوكسايد مع الفيلت ويل، نلغي الدايموند بيست ده خالص، نستخدم الومنيوم اوكسايد تمام مع الفيلت ويل. ولان دي مرحله اسمها جلوس كرييشن، مرحله اللمعه الزايده. اللمعه الزايده ما تطلعش معايا بالاسترو براش، ما تطلعش معايا من غير بيست، صعب جدا. واضح واضح. دكتور هو قالوا لك البيست نفسه بتاع السكيلينج والبولشينج هو نفسه ولا مش نفسه؟ لا 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 طبعا، البروفلاكتيك بيست تبقى احجامه اكبر من كده، ما ينفعش نهائي، لازم بولشينج بيست فور كومبوزيت. واضح، يعني مش البولشينج بيست بتاع اللي بعد السكيلينج. بالظبط، واحسنه طبعا البريزما ولا ينوب عليه صح؟ ولا ينوب عليه. لا لا لا. وبالنسبه للناس اللي بتسال على نوع الكومبوزيت، النوع كومبوزيت توكياما الفا اللي انا شغال بيه، يعني كومبوزيت بسيط وافوردبل، انا بحب شركه توكياما. ونوع البوند بيسكو. دكتور هل هنا في الفينيشنج استعملت الهاند بيس عكس عقارب الساعه اور نوت؟ في الفينيشنج كله في اتجاه عقارب الساعه، ما بعكسش خالص من الناحيه الثانيه، لانه بيديني مور كاتنج، فبيديني مور راف سيرفيس. تمام. سؤال سريع دكتور، دكتوري محتاجك تجاوبي الأسئلة بسرعة شوي لأن عدد أسئلة كبير. هنا هل الحرارة تأثر على السنة لما نزيدوها ولا ما تأثرش في البولشينج؟ طبعًا، أي بريجر وأي بريجر هيولد حرارة، وأي حرارة هتطلع لك وايت باتشز في السنة، هتطلع مشبح أبيض، هيتحرق. كيف تتجنب الكلام هذا؟ السبيد. يعني تطلع على الحرارات اللي أنت على السبيد اللي ما تعليش السبيد زي أكتر ما أنا قلت. البريجر مفيش بريجر، والسيليكشن كويس للكونترا اللي انت شغال بيها والمايكرو موتور، ما يبقاش في ران اوت نهائي او اي اكسنتريك موفمنت. وانا برضو تحت امر اي حد يعوز حاجه يبعت لي على الماسنجر، انا بجاوب على كل الاسئله، يعني عينيا ليكم يعني. علي عاطف سيرش هتلاقوني. سؤال هنا، الستريب المستخدم اي لون تستخدم فيه دكتور؟
تور في ام ارخص حاجه. اللون 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 بستخدم لونين، الاخضر مع الاصفر. انا جايب واحده تكون فيها واحده فيها بريسف عاليه قوي والثانيه تكون ناعمه قوي، عشان يجيب واحده بس ما يجيبش اكتر من واحده. تمام. سؤال هنا مهم دكتور، اليلو كلر كودد بير اللي يركب في في الهاي سبيد، هل ينفع نعمل بيه جروفز ولا ما ينفعش؟ هو ينفع بس بيبقى نوت كنترولبل قوي بالنسبه لواحد جي بي او لسه بيبتدي في الموضوع، هيحس الموضوع صعب. يعني تفضل التكنيك يمشي بلو سبيد زي ما لو سبيد. واضح واضح. دكتور سالوك شنو البخاخ الاخير اللي استخدمته؟ كحول الكحول الكحول. ما با دكتور اسم قلم الرصاص اللي استخدمته؟ عادي قلم الرصاص عادي. طيب ده فيبر كاسل، فيبر كاسل تمام حرف الاف، ووتر بروف ووتر بروف فيبر كاسل حرف الاف. اي مكتبه قول السؤال في محله معناها يا دكتور حتى. تمام. العمل بالادوات هنا الكل في نفس الاتجاه مع عقارب الساعه؟ ايوه الدكتور جاوبها قال الكل مع عقارب الساعه. تمام تمام تمام. هنا دكتور الناس تشكر فيك على المحاضره الجميله، الناس كلها تدعي لك بالخير. الشرف لي انا بوصيكم. تسلم يا حبيبي. طبعا معك تقريبا 1600 الى 1700 طبيب في طول فتره البث، ما غابوش عنك دقيقه والكل مستمتعين دكتور. هنا حبيبي نحب نسالك سؤال صغير، في دكاتره يستخدموا في الجلس رين، السؤال من التعليقات السائل، هل مهم استخدامه وباي مرحله وشنو وظيفته؟ اللي هو ايه الجلس رين السائل؟ الجليسرين عشان الاكسجين انهيبيشن لير. هو دي فيها سكولز كتير انا قرات فيها، كان زمان يقول لك لا، وبعدين رجعوا من 2012 في البيبرز لحد 2023 قال لك نستخدمه، وبعدين مؤخرا في اخر 3 4 سايت بيبر قال لك الغي المرحله دي خالص. واضح. السؤال هنا دكتور، ينفع نشتغله بكت الكندا في البولشينج ولا لا؟ ده سؤال حساس بالنسبه لي، بس انا مش بحب الكندا في البولشينج، بحس ان انها كبري بولشينج بتشيل كتير من الكومبوزيت، وانا عايز حاجه ما تشيلش كتير، عايز حاجه تديني شيل بسيط، فانا مش بفضل الكندا صراحه. اي حاجه تانية ممكن اقبلها عن الكندا. واضح واضح. الدكتور بالنسبه للالومنيوم اوكسايد كم حجمها بالميكرون؟ نص. واضح. دكتور الديسكات هذه قالوا لك اسمها ايه؟ تور في ام رشن روسي. تور في ام اوكي، او مايكرودونت الاثنين كويسين. وهذا التكنيك دكتور اللي تشتغل به انت في عيادتك نفس البروتوكول صح؟ لا انا بيبقى معايا ماتيريال، يعني انا ممكن اشتغل بالديسكات بتاع دين سبلاي، البوليشنج بيست بشتغل بتاع بالدين سبلاي، هو الحاجات دي غاليه شويه او شوفه. يعني اللي اعطيته لنا هذا دكتور كافي للاطباء يعني للشخص كيف بادي وكذا، كويس يعطيه نتائج حلوه جدا. انا اخترت البروتوكول ده حاولت اشتغل بيه، بطلع نتيجه بتمثل 95% من نتيجه الحاجات الغاليه، عشان مش كل الناس كانت افورد في الظروف دي. جميل جميل الله اكبر. هيك نقدر نقول دكاترتنا اختتمنا ايدك الاستاتيك وكملنا الايفنت بتاعنا على خير. امانه ايام كانت مرهقه، 10 ايام طويله، معانا كانوا قرابه ال 65 سبيكر تقريبا، من 60 الى 65 سبيكر الى الان تقريبا. حناخذ يومين راحه باذن الله، وحنجتمعوا في 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 ايفنت البريو سيرجري لمده يومين. كل الشكر لك عزيزي على وجودك معانا، تحية طيبة لك ولكل الزملاء في مصر اللي ما قصروش أبدا معانا، ولكل زملائنا ولكل سبيكرز اللي لبوا الدعوة ولبوا نداء من كل البلدان العربية، اجتمعنا على الخير. لايفاتنا عدد المشاهدين بالآلاف في اليوم الواحد، المحاضرة أقل محاضرة تفرج عليها 20-25-30 ألف طبيب عربي، وهذا قمة الفخر لنا. نسأل الله أن دائما نجتمع على الخير ونجتمع على البركة. إن شاء الله يا رب يكون هذا العمل خالص لوجه الله، سواء في نيتي أو في نيت كل سبيكرز اللي نازلين. أمانة والله العظيم الناس ما قصرت، سبيكرز كل واحد يعطي في لب عصارته، يعني محتوى كورسات خاص، محتوى برايفت يعطوا فيه. ممكن شخص أو اثنين طلبوا مني حذف المحاضرات، ولكن الباقي الكل ترك المحاضرات لله في سبيل الله، جزاهم الله كل خير.
إن شاء الله ربي يبارك في الجميع. وأنا فخور جدا بهذا العمل وفخور جدا بوجود زملائي كل سبيكرز اللي نزلوا معانا من كل الدول مثلنا به البلاد العربية أفضل تمثيل، وأعطينا صورة للطبيب العربي صورة والله تدمع العين ليها. يعني شو شايف إيفنتات أونلاين كذا، ما فيش، هل تعلموا أن ما فيش أونلاين إيفنت أجنبي وصل فيه عدد الحضور لهذا العدد؟ ما فيش أونلاين إيفنت اجتمعوا فيه الغرب يخص الأسنان اجتمعوا فيه آلاف الأطباء في البث. تصور دكتور علي بعض المحاضرات وصل عدد المشاهدات لخمسين ألف مشاهد عربي. ما شاء الله. كلام كلام يعني يطري القلب، وكلام يدمع اللي تدمع لي العين، وكلام جدا إن شاء الله. يلمس القلب. طبعا كل اللي شفتوه وكل اللي صار هو مش بمجهودي أنا، ما أنا إلا فرد ولا عملت أي حاجة، عبارة على إني جالس على كرسي ونحاول إن أورجنايز الموضوع وننظم. الكل بمجهود الناس العظيمة اللي نزلت، السبيكرز اللي نزلوا، التيم الخرافي اللي موجود خلف الشاشات يساعد فيها، جزاهم الله كل خير على كل لحظة كانوا فيها معي. وأهدي هذا النجاح لكل شخص نزل معي بمحاضرة، جزاه الله كل خير، وإن شاء الله يا رب يبقى لنا بركة في عياداتنا، وإن شاء الله يا رب ندخلوا منا أموال حلال في عياداتنا، وإن شاء الله كل بيشن نشتغلوا له بالشغل الحقيقي، بالشغل بضمير، بالشغل اللي فيه مصداقية، ننالوا به درجة وحسنة عند الله عز وجل. دكاترتنا يؤسفني قولا إن هذه المحاضرة هي الأخيرة، تعودنا على الاجتماع وعلى اللمة، تعودنا على الخير وعلى البركة، تصادفنا لأيام طويلة وتعودنا لبعضنا طول الشهر الكريم. يؤسفني قولا إن بنقوله وداعا للإستاتيك وللكومبوزيت، وداعا لعلاجات العصب، وداعا لكل الناس العظماء اللي نزلت وخصت وقتها وجهدها وتعبها بش تحيي هذا الحدث. الناس مش نازلة خجلا مني، ولا في حد نتوقع انه هو نزل اخذا بخاطري، كل الناس نزلت حبا للخير وحبا لقيمة الطبيب العربي، وحبا لابراز افضل ما يمكن ان نعطيه من صورة عن طب الأسنان في 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 الوسط العربي وفي الوطن العربي. تحية لكم جميعا فردا فردا، نحيي كل الصناديد اللي كانوا موجودين خلف الشاشات لا ينامون الليل. شكر كبير لكل السبيكرز اللي كانوا موجودين. بإذن الله خلال ساعتين حنقوم بالسحب على آخر آيديك باكيجز الساعة 2 تماما. آيديك باكيج مقدم من شركة الرضوان وكيل توكاياما، آيديك باكيج مقدم من الشاملة الأولى وكيل الأنجلوس، وآيديك باكيج يحتوي على كت تصوير سمايل تو جو من صديقي الدكتور محمد، جزاهم الله كل خير بارك الله فيهم. طبعا كل الناس هذه اللي قدمت الهدايا بدون أي طلب مني، بدون أي إلحاح، بدون ناس حبت تدعم هذا الحدث وتفرح المشاهدين وتفرح الناس في كل مكان، فجزاهم الله كل خير. إن شاء الله دائما ملتمين على البركة والخير، لا نسألكم إلا خير الدعاء. بإذن الله نلتقي بعد يومين في الآيديك بريو سيرجري. دمتم في رعاية الله. تحية ليك ضيفي العزيز، وشكرا، كنت ضيف سهلا كريما معطاء، جزاك الله كل خير وفرحتنا ونورتنا. بإذن الله نلقاكم بعد ساعتين في السحب، موفقين ودمتم في رعاية الله. والمايك ملكك حبيبي، إذا كنت حاب توجه آخر كلمة للجمهور قبل ما نخرج. وحقيقي يعني بشكر إخواني كلهم في الوطن العربي، وخص أهلي في فلسطين، لأن أنا بحب كل الفلسطينيين، واللي يحتاج مني أي حاجة لا يجد أي حرج في إنه يبعث لي صورة الحالة على الماسنجر، أنا أشخصها معه وأساعده. ممكن يعمل سيرش على علي عاطف ALI space ATEF، هظهر قدامه على طول، أنا عناية ليكم. أبعته لي دكتور في الماسنجر الرابط الأكاونت، حنزله في اللايف لربما حد يبحث عليك أو يحتاجك. روتين حلوين، مش عايز اكتر من كده، وشاكر جدا لكم. بإذن الله، تحياتي لكم جميعا، دمتم في رعاية الله. دكتورة غزالة نحييك خلف الكواليس، حتى انت كنت معاي في اكثر من حلقة داعمة وواقفة كالرجل الصنديد لهذا المؤتمر، جزاك الله وكل خير، ربي يبارك فيك. تحياتي تحياتي لكم جميعا. شكرا لك دكتور علي، الله يحفظك دكتور، شكرا لك، كل التوفيق للدكاترة، أتمنى لهم كل التوفيق يا رب العالمين. يا رب يا رب يا رب، كل التوفيق لكم جميعا. حيبقى الآيديك ذكرى لنا جميعا بإذن الله، وحنجتمعوا في السنة القادمة. للناس اللي ما تحبش البيريو سيرجي لربما مش حيكملوا معنا، يجتمعوا بإذن الله السنة القادمة
في هذا الحدث، وحيكون حدث أكبر وأضخم بإذن الله وتوفيقه. الشهادات أول من رتبوا بإذن الله ونكمل الأمور كاملة، حتبعث لكم الشهادات كاملة. الناس اللي ربحت معانا أنا آسف جدا، ربكة المؤتمر لا زالت راقتني، ما قدرتش أرتب لكم الأمور ونتواصل معاكم الكل بإذن الله. أول من كمل الربكة هذه حنتواصل معاكم فردا فردا. تحياتي لكم جميعا، دمتم في حب الله وفي الله، ونشوفوكم على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.